مساء الفل عليكم. كنت قلت لكم انا هحكي لكم تجربه كده صغيره مع سامسونج، خدمه صيانه، بس انا بالنسبه لي دي خدمه عملاء، انا عميل وخاين كمان عشان اتعاملت معاهم. ده عمر، ده ريفيو، بس ده ريفيو للصيانه. للصيانه ده ريفيو لايه؟ للصيانه، فرع ايه؟ فرع سامسونج هنا اسماعيليه. فين الممر؟ التليفون ده احنا اشتريناه جديد، هو شغال. حصل فيه مشكله، ما كانش عايز يشحن، حط الشاحن ما بيشحنش. كان لسه في فتره الضمان بتاعه بعد 3 4 اشهر يعني. رحنا بيه، الراجل استلمه وبص فيه قال لي دي الشاشه بايظه وبتاع. قلت له حضرتك ده كان شغال زي الفل وما فيهوش اي مشكله ولا اي حاجه، بس حط الشاحن عشان يشحن، مش عايز يشحن لحد ما فصل شحن خالص. فكانت الشاشه شغاله وتاتش وكل حاجه زي الفل. قعد يبص تاني شويه وبتاع، ووصله بحاجات كده، وبعدين قال لي المشكله ايه في الشاشه. قلت له طيب، انا بقول لحضرتك هي المشكله مش في الشاشه خالص، شوفوا. قال لي احنا بنعرف هو بيكلف كام وبنكلم حضرتك، وحضرتك بتقول تمام فبننفذ، مش تمام خلاص تمام مفيش مشاكل يعني، اكشف وبتاع، انتوا المهندسين يعني. المهم كشف عليه وبتاع، وطبعا مفيش تكلفه يعني. اتصل بيا وقال لي غيرنا مش عارف قطعه، قال لي قطعه من تحت اللي هي بتاعه الشحن اللي تخص الشحن، القطعه بقى بالكامل كلها بالوصله بالمزر. المهم ما علينا، ده اتصلح خلاص على كده. التليفون من 3 اشهر تقريبا عمر كان بيلعب لعبه كده، ومعرفش كان وصل الليفل الكام وبقاله قد ايه بيلعب وايه اللي حصل في اللعبه، اتمسح حاجات. المهم في حاجه اتهكرت، حاجه حصلت، راح مسك التليفون ورزعه في الارض ولا اي حاجه. في 60 داهيه هو يستاهل يعني، عادي. ناخد التليفون، ركناه اسبوع ولا بتاع، برضه كان التليفون عمل نفس الحركه، شغال تاتش، وصل الشاحن مش عايز يشحن، شغال زي الفل وكل حاجه، بيدي كل المهام بتاعته زي الفل، مفيش اي مشكله. رحنا بيه رحت بيه الفرع، التليفون وعدى الضمان بتاعه وبتاعه، عايزين نشوف ايه. طيب ده شاشه، قلت له حضرتك انا جيت بيه قبل كده وهو نفس العيب بتاع المره اللي فاتت، فجيت بيه امتى وبتاع؟ قلت له حضرتك حط الرقم بتاع التليفون يعني بتاعه، هتلاقي 100 تليفون على الاقل خالص، جالك صيانات شراءات مش عارف، هتلاقي الحاجات دي كلها مربوطه بالرقم بتاعي. المهم بص على التليفون وقعد يقول لي لا بس دي المره دي الشاشه. قلت له المره اللي فاتت قال لي كده على فكره، سيبه نشوف عشان ما تبقاش بقول كلام على لسان الناس غلط. سيبه نشوف، حاضر اتفضل. اداني الورقه بتاعته اللي هي انه استلم مني التليفون وهيشوفوه وهيتصلوا بيا. جات لي مكالمه بعد 48 ساعه، قالوا استاذ علي التليفون الاي 20 اس بتاع حضرتك هيتكلف 1750 جنيه. ليه يا فندم؟ ايه اللي بايظ؟ ده المذر بورد اللي بايظ. قلت لها لا يا فندم شكرا، انا هحطه برواز واحط الشريطه السوداء دي وهعلقه جنبي كده على الحيطه وشكرا، ده تمن التليفون تقريبا يعني، اهو كان جاي جديد يعني بس فرش كتير عن تمنه يعني، وخلاص على كده. حد من قرايبنا يقول ما تجيبوه ابص عليه يعني، نوديه لحد في القاهره وبتاع. كريم 6 اكتوبر قال هيوديه لحد، كريم ده اسم قريبنا يعني، قال هيوديه لحد وبتاع. كريم مسكه بسم الله ما شاء الله، اتصل بينا من القاهره، التليفون شغال. ايه اللي حصل؟ عملت فيه؟ ما عملتش حاجه خالص، ما عملش حاجه خالص. المهندسين بتوع سامسونج، ده خلصت الفيديو، المهندسين بتوع سامسونج يكشفوا على التليفون ده مره بعد ما طلع، بعد ما اتباع بثلاث اشهر، يقولوا المشكله شاشه. انا العميل بقول لا، انا مسلمك اللي بتاعه وانا عارف ان الشاشه زي الفل، هو مش عايز يقبل شحن. بقول اي عيب، انا مش مهندس ما اعرفش، بس الشاشه شغاله زي كله، بايظ ما عدا الشاشه باشا يعني. ده خلص الكلام. فاصر وبعدين رجع قال لا ده كانت قطعه الشحن اللي تحت. رحت ثاني مره برضه الشاشه. يا عم مش الشاشه والله، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ قلت له اللي حصل بالظبط بامانه، قال لي اه كان عمر اصلا معايا، راح جاي له كنت بلعب على طول زي العبيط، كنت بلعب ورحت هبت التليفون في الارض. فقال لي طيب وعايز ما اجيب الشاشه؟ قلت له انا بقول لك ما جابش الشاشه، هبت في الارض، ده مش هيجي يتكسر بعدها بيومين، شغال تاتشات وبيعمل كل حاجه، بيدي كل الاوامر. السيناريو كان ماشي كده بالظبط. طب هو المهندس هيبص عليه مش عارف ايه بتاع، طب سيبه لنا. بصوا عليه شويه وبعدين قال لي بص هو شاشه بس هيتبعت تقريبا القاهره وهنرد عليك. جاي لي الرد بعدها، ده بقى عشان شركة سامسونج لو حد منها بيبص يعرف يا الصيانة دي، هو اللي فحص وقال شاشة، سيبك من اللي بص الأول، البص المبدئي يعني ممكن ده سيستم هم بيشتغلوا بيه، بيحاول يخليني أبقى فاهم إن هي حاجة عالية، وبعدين يرجع ينزل يقول لي بدل 1700 لا ده 400 بس مثلا يعني، بيصلح حاجات كده كتير، كان بيتقال لي برضه الحاجات الأعلى، ولما بتنزل لتحت بقول الحمد لله وبدفعهم، فيمكن دي سياسة، سياسة شاطرة مفيش مشاكل. إنما مهندس يمسك التليفون ويقول عليه والله ما عارف أكمل، بيقول عليه التليفون ده محتاج مذر بورد كامله، باشا انا مش مهندس ولا حاجه، والله قلت له كده وقتها، واللي كلمتني في التليفون قلت لها يا فندم انا مش مهندس، وقلت لها حتى في المكالمه اللي متسجله طب ارجع لمين يا فندم؟ انتوا بوظتوا التليفون.
ارجع على مين؟ قالت لي يا فندم انت جايبه اصلا صيانه ومش عارف ايه وبتاع. قلت لها والله ما كان ده العيب اللي فيه، انتوا باظتوا التليفون، انتوا سخنتوا على المذر بورد فباظتوه، انما المذر بورد ما كانش فيه اي مشكله، انتوا كانت المشكله اول في الشاشه بعدين بقت مذر بورد لما جت عندكم، والله ما فيها مشكله. انا اصلا انا بقى يعني بنفهم يعني في التليفونات، مش هو اشتغلت فيه ولا مش اشتغلت، كلنا اشتغلنا في التليفونات. انت بتدوس شغال خلاص الحكايه خلصانه، تاتش وشاشه وكل حاجه زي الفل، التاتش شغال والشاشه شغاله، تيجي تقول لي انت الشاشه اللي بايظه. المهم اخر كلام خلص الكلام على كده ان هي 1750. والله قلت اعمل فيديو هعرض فيه التليفون واحطه على صفحات اسماعيليه بتاعت حد يعرف، يعني لو حد عنده تليفون زي ده يا تجيب لي برضه وتاخد اللي انت عايزه، يا تدي لك التليفون وتكمل اللي عندك، عشان ما يفضلش متعلق في البيت، عمري ما بعت التليفون. فقلت هنعمله بالمنظر ده، اللي يحتاجه ياخده، التليفون على ابوه زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص، بس واخد رزع محترم في الوقت. فخلاص احنا طالما الشركه مش معانا احنا نتواصل بقى اونلاين وبتاع، اللي معاه تليفون في مشكله يروح جاي عارض المشكله بتاعت التليفون ده في كذا، هسيبه بفلوس بقى، عايز تطلعه ببلاش واحد تاني يجيب لك تليفونه، تتفاهموا يعني في القصه دي مفيهاش مشكله، وهيبقى واحد فيهم طالع بتليفون جديد، انما في الاخر التليفون يتصلح كده. ما يعني المفروض كريم ايمن بيوم يروح يشتغل في شركه سامسونج، يشتغل صيانه سامسونج بسحر وشعوذه كده، هو ما عملش حاجه، ما ضربش مفك في التليفون. دي كانت لسامسونج بعد خدمه عملاء فودافون اللي ضرب الراجل، دي سامسونج بيبص وبيقول كذا كذا كذا. مساء الفل على الناس. الريفيوهات معانا مختلفه شويه.